الحلقة 51 في تفسير عامة تفسير سورة العصر. ما هدف تفسير سورة العصر؟ بيان ما يجب على المسلم أن يشغل بها قلبه بعد أن يخرج الدنيا منه وينفذ ما جاء في سورة التكاثر من العلم والعمل والدعوة والصبر. لازم الإنسان يشوف نفسه تعلم ولا ما تعلمش جديد، عمل باللي يعمله، عنده عبادة ولا ما عندوش، عنده درس بيدعو اللي تعلمه ده بيبلغه ولا ما بيبلغوش، وبيصبر وبيوصي الناس بالصبر والعلم ولا لا. لازم الأربعة دول عشان النجاح. مفيش حاجة اسمها أخ ما بيتعلمش، مفيش حاجة اسمها إنسان ملتزم ما عندوش عبادة بيعبد بالله تعالى، مفيش حاجة اسمها إنسان ملتزم اللي بيتعلمه ما بيبلغوش، مفيش حاجة اسمها إنسان ملتزم لا يوصي إخوانه على الصبر ويوصي نفسه بالصبر. لازم الأربعة دول. طب ما أهمية سورة العصر؟ قال الإمام ابن القيم في مفتاح دار السعادة: لو فكر الناس كلهم في هذه السورة لكفتهم. وبيان ذلك الإمام ابن القيم بيشرح بقى كلام الإمام الشافعي أن المراتب الأربعة باستكمالها يحصل للشخص غاية الكمال. أحدها معرفة، إحداها معرفة الحق، يعني تعلم الحق لازم كل درس يتعلم منه. الثانية عمله به، إن لازم كل عبادة. ثالثة تعليمه من لا يحسنه، لازم يكون عنده حاجة يبلغ فيها العلم اللي تعلمه. الرابعة صبره على تعلمه والعمل به وتعليمه. تاني حاجة دليل على أهمية سورة العصر إن كان الرجلان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقيا لم يتفرقا إلا على أن يقرأ أحدهما على الآخر سورة العصر إلى آخرها، ثم يسلم أحدهما على الآخر عشان يذكر أخوه إنك لازم تتعلم ولازم تعمل ولازم تبلغ ولازم تصبر، ودوت شرط النجاح. والعصر يقسم ربنا بالظهر يعني الزمن، وبيقسم ربنا بصلاة العصر، لأن كلمة العصر هنا كلمة جامعة. طب ده القسم المقسم عليه إيه؟ إن الإنسان لفي خسر، كل الناس خاسرة، كل الناس ستهلك في الدنيا وتهلك في الآخرة إلا من اتصف بالصفات الأربعة، إلا الذين آمنوا أي تعلموا القرآن والسنة وفهموها وصدقوها تصديقا يقينيا. لازم تتعلم من شريط، من شيخ، من أي حد، بس لازم تتعلم. تاني حاجة عملوا الصالحات يعني العمل بما تعلمت. الشرط الثالث للنجاة تواصوا بالحق، انك تبلغ من ما تعلمته، فإن لم تبلغ ضاع علمك وفقدت شرطا من الشروط. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أعطي منفقا خلفا، اللهم أعطي ممسكا تلفا. وتواصوا مش أوصوا، يعني أنت توصي وتسمع وتتوصى، مش تاخد بس تدي بس، لازم الاتنين مع بعض. لازم تقبل من ينصحك وتقبل من يعلمك وتقبل وتوصي غيرك. يبقى التواصل فعل تفاعل، ده يعني يفيد من الجهتين ليبين أن النجاة من الخسران إنما تناط بحرص كل فرد من أفراد الأمة أن يوصي غيره وأن يقبل التوصية. وتواصل بالصبر، دي الصفة الرابعة المتابعة. انت تعلمت وعملت ووصيت غيرك، مش يبقى كده مش وظيفتك انتهت، لا، وظيفتك اللي انت علمته ده تتابعه، تقول له عامل ايه، هل علمت، هل عبدت، ايه اخبار عبادتك. لازم المتابعه، لازم المتابعه. وتواصوا بالصبر، وتوصي بالصبر على العلم والصبر على العمل والصبر على الدعوه الى الله تعالى. فالوصول للحق سهل، أما البقاء عليه والصبر معه والاستقامة والجهاد لأجله هو ده الصعب، هو ده علامة الإيمان. لازم الأربع حاجات مع بعض. طيب مستوى التاني بقى، أسئلة مهمة: ما مكان نزول سورة العصر؟ سورة مكية نزلت بعد سورة الانشراح، ترتيبها 103، عدد آياتها 3 آيات، عدد كلماتها 14 كلمة، عدد حروفها 68 حرف. من رد على من ظن أن قراءة أصحاب النبي لسورة العصر كانت للتبرك؟ هذا خطأ، إنما كان ليذكر كل واحد منهما ما ورد في سورة العصر وينصحه بالعلم والعمل والدعوة والصبر. قال الشيخ الألباني: ولا يفعلون ذلك إلا بتوقيف من رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا أو تقريرا، فقد مدحهم الله وقال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار
والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. ليه بيقسم ربنا بالزمن الانطوائي على أعجيب الأمور وتعريضا بالناس اللي كل شوية يقولوا زمن ما غلط، يدي الحلقة اللي بالأودان يقعد يشتم في الزمن والزمن ظلمني والزمن ظالم، ده تعريضا ان الزمن بريء بل الزمن حبيب الى الرحمن، وانما المصائب تأتي من العبد وذنوبه. قال قيل يعيبون زماننا والعيب فينا وما لزماننا عيب سوانا. طب ما الرد على من خصص كلمة العصر بالعشي او خصصها بسورة العصر؟ هنقول لا دليل على التخصيص وتفسيرنا وتفسير الحسن، وده تحقيق الامام الطبري انه لم يخصص مما شمله هذا الاسم معنى دون معنى. ما الاحاديث الضعيفة في الباب عند ابن كثير في سورة العصر؟ ان عمرو بن العاص وفد على مسيلمة، ده كلام ضعيف. طيب قولوا قولي هذا واستغفر الله.